بونجور. كيفكم؟ صباح الخير ناتيا. صباح النور، ينعاد عليكم. اليوم كل استوديو مزين ورود حمر، ما في اجمل من الورده الحمراء. 100% واكيد معايده لكل الجميع، يعني كل اللي عم يحضرونا اليوم بعيد سان فالنتين، هالعيد يلي صحيح هو عيد الحب ولكنه اهم من هيك، هو عيد الصداقة، عيد الإصغاء، عيد الاحترام لازم يكون، وإلا ما بيكون في حب. صحيح صحيح. مشان هيك تقدر هاي تحت الطاولة ولا أهدى غير متوقع. أيوة هابي فالنتاين. هابي فالنتاين. عن جد يعني عن جد تحية لكل شخصين عم بيقضوا العمر سوا بكل حب واحترام، بكل محبة وإصغاء للآخر، وهيدي الشغلة اللي عم نفقدها هالأيام. مزبوط. وكأنه المشاعر هي عابرة، وكأنه هالليلة يلي هي ليلة فالنتين رح نسهر فيها ومنغير جو ومنشرب كاس وخلصت. يعني إذا ماش عن جد الشخص يعني يلي مقابلك شخص لقلك شخص عن جد بتحبه، بلاها هالليلة مش ضرورية. وللصبية يلي مبارح تركت الطاولة هي وزعلانة، كانت لابسة أحمر وناطرة شخص الهيئة أنه يكون عم بيلاقيها وما لقيها، لو بيستاهل كان إجا. صحيح؟ هلا الفكرة أنا كان لازم حضر شيء لفالنتاين، بس أكشلي عنا هيك اليوم أخبار. لحظة كمان أول شيء بدنا نعيد جوزيان 100%. هلا هابي فالنتاين. بدنا نعيد إلي. بدنا نعيد إلي. معايدة كتير كبيرة لتلتتكون، مع يعني طبعا love you forever and ever، وانا اكيد انه فادي فادي وستيفاني كمان. على كل حال هيدا سمينا نوع من الالتزام، لانه الحياة فيها كتير صعوبات، فيها كتير طلعات ونزلات، اذا ما في التزام ما في حب، والورد الحمراء ما لها معنى. صحيح، ما لها معنى ابدا. شو عنا اليوم؟ رح نحكي اليوم شوي عن طريقة جديدة، لحتى بتعرفي عنا كتير ايتمز صار، وفي كتير باسوردز، في طريقة جديدة كتير سهلة وسريعة، هي بتخترع لك الباسورد وهي بتحفظ الباسورد، ولا مرة بتنسي ولا مرة بتضطري. يعني شو حلو، أنا بضلني انسى الباسوردز. بليز واينا. مزبوط. لأنه يلا هلا وين ما كان بحب أحط زيت الباسورد تما أنسى، بس أوقات ما بيقبلوا هالباسورد، بصير مضطر تغير. و ستيفاني شو عندك؟ اليوم مع رندا فهد بدنا نحكي عن الاكلات يلي بيريحوا الاعصاب. اه كمان وين كمان؟ عندنا مارك بيروتي بنيتشر، وعندنا كمان وصفه جديده لسان فالنتين مع دلال كانش. اما نحن بميوزيكال اليوم رح نكون عم نعيد عيد الحب، وكمان رح نكون بهيريتج اند كلتشر عم نحكي عن القديس فالنتينوس، تنشوف منين يعني هالقديس اجا وصل ومنين اجا وليش في هالعيد، ومواضيع عديده ثانيه. طبعا رح نكون عم نتابع كل المجريات على الارض كمان مع فريق الاخبار. وفي هلا منكون مع اب تو ديت. انا لحبيبي وحبيبي يا عصفوره بيضا، لا بقى تسالي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، انا لحبيبي وحبيبي. أول خبر اليوم بأب تو ديت، صورة حلوة كتير معبرة جدا للبابا فرانسيس وحده صبية صغيرة هو وعم يلقي الوعظة. هالصورة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما كان فيها ما أحكي عنها اليوم، هالقد حلوة وهالقد مؤثرة. والحلو أنه بكل بكل طبيعية وعفوية البابا فرانسيس شاف بنت صغيرة مسك لإيدها، بنت صغيرة بالصالة عم تروح وتجي وبلكي عم تعمل شوية فوضى، فطبعا رجال الأمن أخذوها يعني بكل رواق لعند أمها لحتى تقعد على رواق، وطبعا هون انحرجت الأم، ولكن البابا فرانسيس قال لهم اتركوها ومالهم أنه يخلوها تجي لعنده، فأجت لعنده مسك لإيدها وكمل وعظته وكمل حديثه هو ومسك لها إيدها. فعلا هيك لفتة كتير حلوة، وهالعفوية اللي عنده إياها البابا فرانسيس بتأكد على أنه كل هالشيء اللي بيعمله هو حقيقي. صح 100%. صورة حلوة كتير.
تجولوا موسيقيون بشوارع طوكيو امبارح ووزعت فتيات الورد على النساء بمحاولة لتشجيع الرجال اليابانيين على التعبير عن مشاعرهم بالورد بيوم عيد الحب. وهالسلوك نادر بمجتمع اعتادت فيه النساء على تقديم الشوكولا للرجال. ومنذ بداية الاحتفال بعيد الحب باليابان قبل نحو 4 عقود، اليابانيون بيعيدوا بشكل مختلف، فالنساء هن يلي بيشتروا الهدايا والشوكولا للرجال بما في ذلك رؤساء العمل والزملاء والأزواج. أوكي كل الناس. إيه. وبعض الرجال بيردوا الجميل بالهدايا بعد شهر بمناسبة ما يعرف باسم اليوم الأبيض. أوكي. بعد شهر. هلا هن بيشتروا الشوكولا بس مين بياكلهم؟ هيدا السؤال. تنيتو. ننتقل لاخبار الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما، صار زمان ما سمعنا عنه. تعليقات ساخره بشان دينه وشعره الرمادي اثناء ازاحه الستار عن لوحتين زيتيتين بمعرض الصور الوطني. واختار اوباما وزوجته الفنانين شيرلد ايمي وكهندي ويلي لرسم اللوحتين يلي راح تضاف الى مجموعه لوحات الرؤساء بالمعرض. وهون هالفنانين هن اول فنانين من الامريكيين الافارقه اللي بيتم تكليفهم برسم لوحه لرئيس ولسيده اولى. واثنى اوباما على اللوحه اللي رسمتها شيرلد لزوجته ميشيل، وقال بدي اشكرك على هالتصوير المذهل لجمال وذكاء وسحر ودفء المراه يلي بحبها. يعني احلى فالنتاين كان عندها ميشيل. ومازح ويلي ليقول له انه رسم لوحته او الطريقه برسم اللوحه كان اقل حظا لانه الموضوع اقل جاذبيه. واضاف حاولت التفاوض مع كيندي على انه يظهر الشعر رمادي اقل، لكن نزاهته الفنيه ما كانت تسمح له انه يعمل هالشيء اللي طلبته منه. وحاولت التفاوض على دينين اصغر بس فشلت كمان. هيدي الحقيقة، شو بدنا نعمل؟ وصل ثمن قالب جاتو العروس يلي تم تصميمه بمعرض الملابس لملابس العرس بدبي إلى $1,000,000 أمريكي، وهو بشكل عروس. عرض هالجاتو بالمعرض واستغرق صنعه 5 أيام، وتم ترسيعه ب5 قطع من الألماس النقي، وبيبلغ ثمن كل وحدة منها $200,000. ليك هيك الجاتو. حجم القالب بحجم العروس الطبيعية، وبيوصل وزن القالب إلى 120 كيلوغرام. هيدا جاتو. واستخدموا إيه هيدا جاتو. هلا بدهم يقصوه؟ ما بعرف. واستخدموا تقريبا 1000 بيضة لصنع هالقالب، وزينوا الجاتو بحبات لولو بيتاكلوا و 5000 وردة من السكر. المفروض بيشبه العروس يعني؟ ما بعرف، أنا ما حبيت. $175,000 لشرطي أمريكي. شو السبب؟ رح يحصل شرطي بولاية فرجينيا الأمريكية على مبلغ $175,000 بعدما رفض إطلاق النار على رجل أسود مشتبه فيه. وهالشي أو $175,000 رح يكونوا تعويض عن طرده التعسفي من الخدمة لهالسبب. بالسادس من أيار 2016 تدخل الشرطي ميدر بعراق نشب بين زوجين بالمدينة بعدما طلبت الزوجة نجدة الشرطة. وحين وصل إلى المكان وجد الزوج وهو رجل أسود يضع يديه خلف ظهره، فطلب منه أنه يرفع إيديه. ولما تبين له أنه بيحمل سلاح طلب منه إلقاء السلاح، ما استجاب وقال له يعني شوت مي، فيك تقوسني. لكن الشرطي عمد إلى تهدئة الموقف ونظر بعيني المشتبه فيه وقال ما رح اطلق النار عليك انت خيي. في بهالوقت وصل شرطيين اخرين، ولما وجه المشتبه في سلاحه تجاههم اطلق احدهم النار عليه فارداه فقتله. لكن تبين بعد ذلك انه السلاح اللي كان بيحمله بايده منه معد لاطلاق النار. بعد الحادثه اتهم المسؤولون بمدينه ميدر بعدم التصرف كما يجب، اتهموا فيه انه ما تصرف مثل ما لازم وطردوه. اما الشرطي يلي قتل المشتبه فيه ما تعرض لأي ملاحقة، ولكن اليوم عم يجري التعويض عليه ب $175,000. كارثة. يعني القرار هون بيكون كتير صعب. صح. أصلاً يعني. رح نشوف سوا صورة اليوم من سهل البقاع.
صورة رائعة. والطقس غائم جزئياً وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة 18 درجة على الساحل اليوم. نهار حلو مليء بالحب اليوم بـ MTV Live، رح نحاول نستفيد منه للآخر. هلأ رح ننتقل لعند فادي بتكنولوجيا.